عبد الله بن الزبير يدعو محمد بن الحنفية لمبايعته. وعلم الحجاج في مكة المكرمة أن عبد الله بن الزبير دعا محمدا بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته 17 رجلا من وجوه أهل الكوفة ليبايعوه، فامتنعوا وقالوا لا نبايع حتى تجتمع الأمة. فغضب عبد الله بن الزبير وذم ابن الحنفية، فأخبروا ابن الحنفية بما كان منه، فأمرهم بالصبر ولم يلح عليهم ابن الزبير.